طيب دكتور يوسف، أبدأ معك بالحديث حول الأحداث الحالية التي بدأت منذ جريمة القتل لأستاذ قبل أسبوعين في فرنسا على يد مهاجر من أصل شيشاني، لكن يبدو أننا أمام أزمة أعمق في العلاقة بين المسلمين وبين الغرب، ما رأيك؟ شوف، أنا فعلا خذوني اليوم وأنا حزين جدا، حزين لأمر خاص. أظن أنه كل واحد كيفي، كل واحد زيي بش يحزن لأمر خاص. أنه أولا ساعة أنا مقيم في فرنسا، موجود هوني ظرفيا في تونس، ثم عندي أولاد هناك، أولاد مواطنين فرنسيين مستقيمين بيشتغلوا وعندهم عائلات وأصدقاء وكل. أخشى كل يوم كل دقيقة أنه ينظرونهم لأنهم سمر البشرة وأنهم عندهم مظهر عربي مسلم، يعني من المغرب العربي واضح. كل يوم أخشى كل دقيقة أنه يكونوا عرضة لتجاوز من طرف البوليس، وفي بعض الأحيان تجاوز مشروع، يعني يسمعوهم يحكوا على قضية. ثم الأكثر من هكاكة أنه منذ 50 سنة وأنا خارج الميادين السياسية وخارج أي تحزب وأي كذا، نحاول أن أدافع وأن أساهم في أن حضارتنا وحضارة اللي أنتمي لها، اللي رباني عليها والدي وربتنا عليها والدتي ورباني عليها المجتمع اللي أنتمي لي، اللي أنا منغرس فيه تماما، المجتمع العربي الإسلامي الحلو البسيط الجميل، من المطبخ إلى الخرافات متاع الجدة إلى آخره، نحاول ندافع عليه ولا أنجح في أن نكون هذا مجدي. أنت قلت أكاديمي، طبعا أكاديمي، لكن الأكاديمي شو قيمته الآن في العالم العربي، اللي هو ربما يحمل الحل، يحمل الحل في أن كما قال الأستاذ الرميحي تو منذ لحظات، كل شيء لازم نغيروه، كل شيء لازم نغيروه. نعطيك مثال بسيط معاش أيضا، أخيرا في بعد الأحداث هذه أقحمت في جدال، في نقاش في فرانس 24، في فرنسا 24 العربي، وكان معايا أستاذ من مصر من الجامعة المصرية، فصار لما بسطت فرضيات بسيطة اللي كانت الناس الكل تحكي فيها، من عائشة بنت أبي بكر حتى طه حسين بيحكوا فيها، فاتهمني باللي أنا أحيد عن الدين وأحيد كذا. يعني شو قيمة الأكاديمي الآن في أن يساهم في حل، بينما الأكاديميين في القرن 18 ساهموا في ثورة فكرية كبيرة في أوروبا، جابت الثورة السياسية، هي اللي جابت الثورة السياسية. احنا ما عنا انقطاع كامل مع إمكانية أن نساهم في أي شيء، رغم أن احنا مواطنين كويسين ونحبوا الخير لأهلنا ونحبوا الخير لناسنا ومجتمعاتنا. دكتور يوسف،